على الطبيعة مثل ما تعودنا أسبوعيا يكون معي معن المرعبي. صباح الخير معن. صباح الخير. كيفك؟ موضوع جديد وشي كتير حلو مهم. كتير مهضوم أول شيء الموضوع. امبارح كنت عم بقرأ شو موضوعنا وعرفت أنه عن النباتات يلي بتبعد الحشرات. أول شيء أي نوع حشرات؟ سمعتي عنها قبل النباتات؟ لا لو سامع. هو أول شيء أي نوع حشرات؟ كل الحشرات عموما. برغش وهيك؟ برغش أكتر شيء والدبان. حلو. يعني لو سامع فيها أنا كنت أكيد بتلاقي هيك بلانت كتير كبيرة حتاخذي. لا لا حتاخذي. لأنه مش معقول برغش هالأيام. إيه بتحمل هليكوبتر البرغش. لا أو ما بي يعني بتحط حيلا شيء أو بترش ما بيموتوا. بتحس تعودوا على الروائح القوية. أخذت مناعة. إيه أخذت مناعة. هلا هو بالمبدأ من زمان ولهلا دائما في عنا نحن نباتات طبية وعطرية بيستخدموها لحتى تكون هي طارد للحشرات. يعني دايما انا بسمعهم بيقولوا انه حط ازرع الريحان يلي هو الحبق. بمصر بيسموه ريحان وعنا هون بنسميه حبق. اوكي. البيستو. اوكي. فنزرع شتلي ونحطها على النوافذ تبعيت الشبابي البيت والبواب اي درج فبيبطل المحلات اللي بده يفوت فيها الدبان والبرغش لانه هو بيطرده فيها. أوكي. مثل ريحه بينزعج منها البرغش والدبان. النعنع في شجرة الغار كل شيء عندنا كل شيء في عندنا نحن مثل نباتات طبية وعطرية من اسمها بتعرفي انه في لها عطر بيطلع منها. اوكي. فهون بيعمل يعني بيعمل مثل جذب للحشرة والحشرة تموت. بتموت مش بس انه بيقدر يبعد الحشرة انه تدخل على البيت. هيدا جزء تاني من النباتات يلي هي بتجي الحشرة على قلب النبتة وبتاكلها النبتة بتاكل الحشرة تمتص عليها هي بتمتص من العصارة تبعت الحشرات. صحتين على مية قلبة يعني صحتين على مية قلبة. زراعتنا بقى حتكون هي النباتات. من يوم ورقي على حسيج البيت كله لأنه عن جد مش معقول مشكلة. صح. الدبان. صح. والبرغش قد ايه كترانة بلبنان لأنه بتعرف معن قد ما البلد يعني مهمل عليه نظيف ومهفف ما بتلاقي فيه حشرات كتيرة. صح. قد ما في زبالة بالبلد تحس انه هيدي السنة البرغش بطريقة مش طبيعية موجود. في هلأ لطالما اتطرقنا نحن على الموضوع اتطرق على فكرة نحن لما منرش مبيد حشرة على كل المحاصيل او ببيوتنا في نحن الحشرة لتصير فراشة او حشرة بتمرق بكذا طور بيضة عذراء وحشرة. قبل لايف يعني الدودي كمان يعني مثل ما بتشوفي الدودي بتتحول لبعدين لبابيون. صح. فنحن وقت نجيب مبيد لازم يكون بيعمل اي تفاعل على هالاربع اطوار من الحشره. في نحن بنجيب مثلا مبيد بس للحشره نفسها بس في عنا بيضه نحن وفي عنا يرقه وفي عنا عذراء يعني هدول كلهم وين راحوا؟ بدهم يتفقس بشكل مستمر. ايه تخيل كمان انه بهيدا الموضوع بدك تضل عم بترش على دايما يعني بدنا نلحق اطوار. صح. من الحشره يعني هلا صار عندنا تفقيس هلا صار في عنا دوده هلا صار في عنا حشره غير نوع مثلا من الحشرات مثلا او اذا بتحط دواء مثلا للجرادين او دواء للحياية او للعقارب الام 44 اللي اكثر شيء بيكتروا بفصل الصيف على الشوب وهيك بتعرف انه بترش يمكن مره بالشهر. صح. بس الحشرات كل قد ايه بدك اصلا تضلك عم ترش كل يومين ثلاثه بحال الحشرات؟ ليش نحن وقت عم نرش اريا عندنا بقلب قلب البيت بيتنا حوالي بيتنا بس فينا نحن الجيران إذا الجيران ما رشيت ما يحتاج لعنا. عم تسمع أنا ما بقى قادرة رش. خلص. خلص. بس الفكرة إنه أنا يعني بعد العنصر الحشري موجود داير البيت. يعني أوكي قتلته أنا جوا بس طب هاللي بده يرجع هذا اللي برا إيه. فنحن يعني كبلدية نرش كل المنطقة. كتير. يعني هلا صرختك أكيد راح توصل. تمام. نرجع لموضوعنا يلي هو نحن وقت بدنا نزرع النباتات الطبية والعطرية يلي هي في إلى ريحة نافذة شايفي الأوركا فسحة العامة عبارات عربية. فالموضوع تبع أنه نحن وقت اللي بدنا نجي نجز هالنعنع نستعملها بالسلاد ولا بالتبولة وفي عنا كتير قصص نحن مثلا الشاي الأخضر كتير إله ريحة معينة كمان هالشي نحن ماخذ منه الزيوت ونقدر نحن نحطها كمرشات تطرد البرغش منه. فالفكرة نحن هون بنحاول على قد ما يكون نلحق الحشرات بكل الاطوار تبعتها ما نلحق بس نوع معين من الوقت. فوقت بدنا نحط البو على قلب البيت
مع انه والله انا حبطت وحده بالبيت وخلصت. ايه لا كلمتين بدي احط وحده بدك تسيج يعني البيت كله بال. فمشان هيك نحن ما بنسمع عنها كثير وهي منها فكره تقليديه. من زمان كانوا مثلا اوكي قاعدين على البلكون بحط لنا ثلاث اربع حبقات وخلصت. ايه فنحن وقت بدنا نجي نجز الحبق او النعنع او اللفون الخزامه. الخزامه كثير عنصر لحتى يطرد البرغش والناموس. والله مع انه بتعرف هي في فكره عند الناس انه بالعكس يعني عاده بنفكر انه ما تزرعوا كثير ورد او تزرعوا كثير هيدا النوع من النباتات لانه ممكن انه بيجذب دائما بتحس مثلا الزرقطه او النحله او هي حوالي النباتات. الرحيق تبع الزهره بيختلف تماما عن الرحيق اللي بتنفذه الورقه تبع الزهره يلي هو انا الشاي الاخضر هيدا الطويل. هي الورقه هي اللي بتعطي الريحه. اوكي. بينما وكمان الحبق فعنا الحبق الورق اللي بيعمل والزهر اللي بيعمل. فعنا نحن قصص بتختلف مثلا بالسيراتيتس كابيتاتا ذبابه البحر الابيض المتوسط اسم كثير سهل يعني تمام. هاي الواحد يحفظ نسمع فيك اليوم. بنحط نحن مثل مصائد بقلب الشجر هي مثل اخذتها ان جي اوز هون بلبنان لحتى تجمع كل هالحشرات. الحشره هي بيجذبها اللون الاصفر عموما فبنحاول نحن نحط مثل فيرومون عاقل بهاللزقه بتصير هي بتنجذب لها الريحه مع اللون وبتقتل كثير كميه عاليه بقلب البستان. فنحن وقت عم نقتل الام خلص قتلنا المصدر. قتلنا المصدر. فبكل النواحي نحن يعني وقت نحن بدنا نزرع النباتات الطبيه والعطريه لهدف طرد الحشرات لازم نحن نقص. كمان القص هو بأوقات كتير معين من السنة مش أنه أنا هلأ بدي قص خلص جز يمكن أصلاً ما حيصير يطلع عندي من جديد. أهم شيء أنه نشحلهم ونعرف كيف ترجع تطلع بطريقة صح ويكون ريحتها كمان تحافظ على الريحة القوية طبعاً 100%. بالإضافة لهيك أنه نحن بدنا نحاول نحط كمية تراب معينة بقلب بويات. هلأ هو إذا بدنا نزرعها نحن بقلب أي أحواض بقلب البيت ما في أي مشكلة بس إذا بنحطها بقلب بويات لحتى نقدر نشيلها عن البلكون ونحميها من الشتاء فبنضطر نزرعها ببويات كتير صغيرة لحتى نقدر ناخذها ونجيبها. فهون نحن بدنا نعتمد مع موضوع التسميد موضوع الري وموضوع نأمن تربية آمنة لهالنباتات عموما. ومثل ما بنعرف انه في عنا النباتات الطبية والعطرية اللي هي مستفيد من ورقة فنحن هون في عنا تركيبة معينة من الأسمدة لازم نحط لها إياها. هي عموما بشكل عام النباتات الطبية والعطرية للطاردة للحشرات. طرقنا نحن شوي على موضوع النبتة اللي بتمتص الحشرة وبتتغذى على عصارة الحشرة. هي كتير معروفة. أنا كنت بالمشتل عنا جيب الحشرة وحط لها إياها على قلب تمها للنبتة تلاقي أخدتها. إيه بس شو غريب هيدا الشيء عن جد. صح. وفي كمان عنا نبتة بتقدقريها هيك شوي بتلاقي زمت خجلت اسمها المستحية. إيه سامع عنها مزبوط. فعملت عنا بروجي أنا. فدايما قصص غريبة هيك بتلفت نظر أي حدا. عشان هيك نحن نقدر نحط بمشتلنا اي شيء يكون شوي غريب. اوكي خلينا نشوف شوي مع نحن ومشاهدين الصور يلي حضرت لنا اياهم هيك بنحكي شوي عن هول النباتات. هيدي يلي كنت عم تقول يس. اوكي هي النعنع. نعنع. نعنع معروف كثير وهي كمان النعنع هو في انواع كثير من النعنع. في النعنع البري والنعنع اللي بنستخدمه بقلب السلد. الفكره منه اثنيناتهم هيدا الحبق. شوفي كيف نحن الحبق هي كثير في لها ريحة نفاذة بقلب الزهرة غير الورق فمنتركها تزهر ولا نقدر ناخد منها نحن السيتس لنقدر نزرع مرة تانية. أوكي. هيدي نحن عنا مثل بيقولوا الشاي زهرة الشاي. مثل البقدونة. مثل البقدونة على كبير. فزهرة الشاي هو عموما كمان ريحتها بورقة ولو بتيجي بتفركيها هيك شوي بتلاقيها هاي الشاي ستروان غير الشاي اللي بيقولوا الاثنين. هيك كثير كمان فينا نسميها ريحه الليمون لانه مايل شوي على الليمون وكثير منيحه وكثير منيحه للجهاز العصبي بالجسم. اوكي. وهي الزهره هي من نوع من انواع مثل البيبونج كمان نقدر نستفيد ليكي قد في عنا نسبه كبيره من قلب الايتامين بقلبه فهيدا بيدل انه في عنا نحن كثير عناصر ريحه بتطلع منه فبالتالي انه نحن اذا حطيناها هي بتبعد كثير حشرات من البيت. اوكي هون عم نحكي عن النباتات فيها نحطهم جوات البيت وفيها كمان نزرعهم بالحوض او بالجنينه 100%. بس دائما انا وقت بدي احط اي نباتات بقلب شو؟ هيدي شجره الكينا بسموها باللغه العامه
الكافور. اوكي. بس هي معروفه بلبنان بالكينا. اوكي. كثير مهمه لتطرد كل موضوع له علاقه بحشره دبان وبعوضه. هذه هلا ريسيرش. حلو بس ده ايه اوكي هون المارغريت المارغريت الاقحوان كمان بتطرد ال يس فموضوعها هي كثير مهم انه الى ايمي بسطت انه عرفتي الى ايمي وميسا شجعتني برافو ميسا الى ايمي غذائيه كثير مهمه يلي هو نحن بتعرفي البيبوني بحبني كتير. ما بحبني بحبني هيدي اول اول هيدي اول فايده وبالاخر بيطلع ما بحبني لا بيطلع بحبك بيطلع بالورده بحبك بس بالحقيقه لا كذابه هالمارجريت ما نغير لون فموضوع الاقحوان هو اول بيبونج هو كتير مهدئ للاعصاب شوفي للانسان منيح بس الحشره مش منيح سبحان الله سبحان الله وهي شجرة النيم طبعا هي أول مرة بتسمعي بالاسم لا هي بتطرد الفيران وبتطرد الجردون طب واو حلو يعني واحد فيه يعمل بجنينته هيدي التشكيلة ما بقعد بشوف ولا فيران ولا حشرات ولا شيء في كتير مهندسين لحتى تعمل الحديقة بتضطر تحط كل هالعناصر بقلب الحديقة تحطهم انه تزرعهم بشكل انه إيه؟ يعطوا قيمة جمالية مع استفادة فبالتالي انا وقت بدي احط كمان هون لافندر لافندر مثلا ورقة شوي فضي الشاي الاخضر فاتح الحبق غامق يعملوا كونتراست حلو سوا بنعمل قصص مموجة بقلب زوايا بقلب الجنينة هون معن أهمية كمان المهندس الزراعي إنه نحن أوقات كتير منفكر إنه شو بدنا خلص منجيب نحن منروح على المشتل مننقي شوية بلانتات ومنعمل الجنينة من دون ما نعرف قدي ممكن نستفيد من أنواع نباتات معينة كرمال مثلا ما ننزعج بالقعدة من عشية من البرغش من الحشرات 100% هلأ في عنا نحن مثل في نبتة اسمها نبتة الكولونيا كتير ريحتها كتير قوية ناس بتقول انه ما بتنزرع حد البيت لانه بتعمل ماده مسرطنه اوكي من زمان لهلا بس بعد كمان الدراسات والتجارب ما اثبتت هالشيء عرفتي بس مثلا هاي الشتله الكولونيا اذا حطيتيها بنص جنينه بتقدر تشمها باخر الشارع عكس ريحتها منا كثير قويه حلوه ريحتها او كثير حلوه بس اذا الواحد قعد حد هون بيفطس تحطيها مثلا بعيد اول الشارع ايه بتخيل هون اذا في بيت كبير مثلا ممكن انه تنحط او مثلا تاخذي زاوية عند الجيران لهم هي جايبت لكم الكادو كثير حلوه هيدا اذا في حدا مثلا ما كثير بتحبوه رح شي من بيته طب شو من بيته حابلكم انه يبيع بيته بتهدوه اياه اكزاكتلي مع المرعبه شكرا كثير لك على كل هالمعلومات وعن جد موضوعنا اليوم كثير حلو ومميز على امل انه كمان المشاهدين يكونوا استفادوا منه بشوفك على رد الاسبوع المقبل